غير بعيد عن أصيلة، هنا قرية مجلاو الهادئة، سكون لا يكسره إلا قصة ظلت لسنوات طويلة تروى بألم وحسرة. هنا نهاية الأحلام. لم تتوقع أسرة محمد أن رحلته وهجرته إلى لندن وهو شاب يافع ستختلف كثيرا عند رجوعه منها، وهو الذي كان يضرب به المثل في الاستقامة والجد والاجتهاد. رسوبه في الباكالوريا صدمة لم يتحمل معها البقاء في قريته وأرض أجداده، يهاجر إلى وجهته المفضلة ويصطدم بواقع مجهول لا تتذكر منه العائلة إلا عودته المنكسرة بعد 6 سنوات يجر الخيبات والانكسار. مرض نفسي لم ينفع معه علاج إلا سلاسل تكبله منذ أكثر من 30 سنة. إنما كذا ماشي مرة ماشي جوج كدي للبولانسية، قلت 3 أيام و4 أيام يكون معايا هنا أدخل ليتر. من دول الحبيبة صحيحة ديالو والعقل ديالو والحبيبة ديالو وقف على رجلو. ما عنديش العزوة اللي قد عاوني عليه. كان السوق ديالو كان عادي مزيان، ودخل هنايا مدرسة هنايا، ومن هنا دخل الاثنين، ومن الاثنين هو النازيلة، مازيلة في الباك سقط، فسقط الباك ما يزيدش يعاود، ما تقي أنا خلي أنا صافي مدرسة كرهتها. كان ليكمي كان كيعمل شي حاجة؟ كان ليكمي، أنا نقول لك، كيكمي مدرق مني. واحد ما على القرو عادي ماشي على القرو تاعهم كاش حاجه. كانت الاخلاق ديالو؟ لا في الاول ديالو كان نقول لك العائله الا كملوا جهيده بالنظره حرام. قلت انا هذا كان غزال وكيلبس، كنت انا كنخدم وكنطلع فيه فرحان وكيلبس مزيان عرفتي، هذا شحال من دابا كيخرج فيهم هذا كيجيو الله موظف فهمتي، ومشى للعماله خرج باسبور بيدو. انا مش على الشهاده ماديه، كان باقي ما كانش الكارتون هذا بحال كان دابا، هذا كان عاد باسبور مسخرجو الراسو هذا كيمشي للعماله كيتكلم مع الناس مزيان كهذا. كان العائل ما عندوش تقوم دعيف نهائيا، فجا من المطار جا مرون ودلعت فيه ومشيت فيه تنسافرو، مشيت به ممتازة، مشيت به هذا كيديني إلى جيت المكناس. وما نقول لك شي ما بحال العداد الصالح اللي مشيت ندور به، قال دابا كنت توكال دابا كذا دابا كذا قي زيب زي قي هيدا هيدا والو ما كيتخياش. مديتوش للطبيب؟ ها؟ مديتوش للطبيب؟ كذا ماشي مرة ماشي جوج كديه للبولانسية كيما الحق يقول لك تخلص الترسبورت. وأنا كنت مشي نقد ضعفية ونبقى، وأنا كنت عندي المهنة ديال التبنات، كنت كنخدم مع الناس في ديار الناس وهذا، كنت نقول اللهم اجعلني نخلص هاد 20 فرنك مثال ولا نصبح انا نبطل الخدمة. ايوا كنت ندير، قلت 3 أيام و4 أيام يكون معايا هنا ندخل ليتر. كنت نخلط حمارة مشينا انا ويماه من الاثنين، جات البولانسية كنت ديتو الاثنين تما عطو البولانسية تما داتو واحد مشينا انا ويماه معا تدخل هني بكذا قبل ديك الشوكة. خرجنا بالليل الزناقي عادل قلنا شي كنعرفش ما كنعرفوش، انت كان واحد بنتي كانت توا تما في الشرب الديفان، عاد تدقدقنا عليها بالليل تقول قلبها كيف ياش كيف ياش، عاود جا عاود ردينا. واحد المرة شي دراري كانوا يقراو معاه من حد الغربية ولاو بوليس، عاود جا انت مخرج فيهم عاود شبروه وصيفطوها عاود للسبيطار. وهذيك المشية اللي خليها صافي ما نعطيها الدواء اللي يقول لي شكون قال لك انا مرضت؟ انا ما مرضتش شربوا انت. الوالده ديالو دابا توفات، قبل ما كانت عايشه كيفاش؟ عاودنا كيفاش مسكينه كانت يعني هذا؟ كان داير النابوليه كان شي كيحملها، انا كيحملني شويه شويه ولي عاود كيحمل يماه، انا بقى شي كيحملني.
فبقى دابا داك الضرب اللي ضرب ليه وديك المشاكل هذاك بقى شي كيحمل. واش سبق له ضربك تعدى عليك؟ هذاك الشيء ربطوا له بالسناسل؟ ربي يحفظني عام الموت ولا؟ هو مربوط بالسناسل ياك؟ اه. واش كتربطوه لانك كتخافي ضربك بحال اللي قلتي لنا؟ اه. دابا على الضرب ويمشي جوج خطرات الضرب ويمشي سبق له ضربك؟ ومرة واحدة جوج وهنا هنا فين كان عندي باقي نشرو ديك لافات كاز ضرب لي هنا عيني هنايا جهدي كان قهنا كان صابلو كان هذا اسمع كان بدلو ما كان خليش شي عادي دابا تولي تولي غير هذا هما جبرتو بدل مع بدل. وقبل ملي كانت الوليده ديالو مسكينه كانت مفقوسه عليه اه كيفاش لما العقل ديالها كان خارج على حساب المراه كانت تبع كان عندها دابا هو الكبير ديالها هو البكر ديالها وهذا وهي مرتات في النفاس ديالو مرتات كنا نقولوا ما بغات تسلكش وارتاحت وهذا انا كان في الحال ديالو زعما ما تحلاش بربي الدواء انا ما كرهش يكون يرتاح نجوجو مش درشي بيت الناس اللي تقبل عليه نجوجو هي تقابل الرجل واحد المرا في طنجره الله ذكرها بالخير تلاقيناه في السبيطار من المكانه شاف اني كنا لانجين تما كنا رخت يا شريف طلبني دفع القنت قلت لنا عندي جوج قلت لنا هبطم هنايا قلت لنا غدا يكونوا معايا قلت لنا بقات لنا قشرة في الدار لا شي حاجة قلت له كيف بقاو تقاتلوا ما بعطيت جا واحد السيد قال له اربط ولادك قدامك تكشف عليه قلت له واحد في القنت واحد في القنت يعني هي اللي عطاتك الفكرة ديال الربيط اه عطات لي هالفكرة هادي وكنفكر كنقول زعما انا هاد البلد هذا انا مقلد فيه هنا ما عنديش العجوة اللي غادي عاوني عليه يعني كتفكر انه يعني اذا مشيتي لقدر الله بعد عمرين طويل شكون غيكون به ياك 100% شنو كتمنى يعني كتمنى من هنا الفوق من هنا كنتمنى ربي يرتاح ربي الشيفه انا ما بقاش عندي العزوه صافي عندك اللي يعاونك كنت نعاونك توفات الزوجه ديالك توفات الزوجه ديالك انا فجرتو خوتو اليوم معايا زعما يبغوا زعما يعمروا لي الدار قلت لهم لا انا خاكم مريض ما نقدرش ندخل شي مرا اخرى شورت عم يسبقني هو ولا نسبقو انا شنو نتمنى عند سيد البحث باش نقول انا دخل شي واحد تكشف عليا ما خصنيش صافي خالتو ولا عز عليا مكرفص ما بيديش عليها الحبيبه ديالي قطع لي بقى بيا الحبيبه ديالي رحم والديكم وانا بعيد عليك هانتوما شتوني في انا وهو ولي في دمو وين نتفكر حتى الناس ما يجينيش الحبيبه ديالي اختي مسكينه عقلها كماشي معاه العقل ديالها هو ابنه مسكينه من توفات وحس بشي حاجه عرفت لان ما توفات ولا شي حاجه كعيط ما كتبقى كعيط اي ماري لي الغدا اي ماري لي ناكل وملي توفات وطال هيدا شوي ما بقاش يعيط عليها الحبيبه ديالي بقاش يعيط عليها مسكينه بقى يقول عاري لي ناكل صافي قال لي ملي كان صغير كيف كان الحبيبه عشاب منزل سمعتي وكيقرا وكيدوز عليا مسكين من تما عاد كيجي بحالو لهنا نتمنى دول الحبيبة نتمنى له الصحيحة ديالو والعقل ديالو والحبيبة ديالو وقف على رجلو وما يقيتها حاجة هذا نتمنى له والحبيبة ديالي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.